هذا الفيلم دعائي يقول إن احتجاز المهاجرين صناعة تقدر بمليارات الدولارات، تجري مبادلتهم كالسلع، يباعون للمزايد الأكبر، من يستفيد ومن يجني الأرباح. مهاجرون للبيع، حملة سياسية تسلط الضوء على الأرباح التي تجنيها الشركات السجون الخاصة في الولايات المتحدة جراء الارتفاع المتزايد في اعتقال المهاجرين اللاتينو غير الشرعيين أو من ينتظرون تسوية أوضاعهم. The industry is about $5 billion a year, and the reason why we title it immigrants for sale is because for them they are for sale. They realized early this year and last year that this is a boom in their coffers, that they were going to basically increase their profits and maybe even triple their profits in a short amount of time because they saw the alienation of immigrants as a potential opportunity to make more money. يقول أكسل إن شركات السجون الخاصة وأكبرها CCA ومجموعة جيو تتمتع بعلاقات وثيقة مع السياسيين. الشركتان أنفقتا 20 مليون دولار في جهود اللوبي خلال العقد الماضي، ونجحت الشركات مع المشرعين في كتابة قوانين متشددة، أشهرها ذلك الذي تبنته ولاية أريزونا وأثار احتجاجات واسعة. تحتجز السجون الخاصة حاليا 50% من المهاجرين المعتقلين، بينما تتقاضى 122 دولارا يوميا كمتوسط عن كل نزيل. للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة يصبح السجناء من اللاتينو أغلبية في السجون الفيدرالية بحسب تقرير حكومي يعزو سبب هذه الزيادة على مدى السنوات العشر الماضية إلى المخالفات والجرائم المتعلقة بقضايا الهجرة. خلال السنوات العشر الماضية احتدم الجدل حول قضية الهجرة غير الشرعية والمطالب بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يقدر عددهم بأكثر من 11 مليون شخص، لكن الفشل في محاولات الإصلاح عزز المنح الأمني للتعامل مع القضية وأدى إلى توسع غير مسبوق في عمليات الاعتقال. The problem is that when we talk about the question of whether immigrants are for sale, we're not just talking about for sale in the sense of monetary profit, we're talking also about political profit. And in this climate of economic uncertainty, the message, the anti-immigrant message, really sells, and politicians can win votes by promoting that message. تقول أميلي إن إدارة أوباما كانت وعدت بإصلاح نظام الهجرة، لكنها توسعت في اعتقال المهاجرين حتى قارب عددهم 400,000 العام الماضي. فادي منصور، الجزيرة، كاليفورنيا.